تنساوش تابوناو فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. كان حتى كان في سالف العصر والاوان وباقي ومازال لحد الساعه والان، كل انسان منا كيتمنى يسافر من زمان لزمان. حتى واحد ما صاب في الارض منافت ولا في السما بيبان، من غير بويدو كان حدي ما هربان من مكان لمكان، تيسرت له الامور باش يسافر من زمان لزمان. زوينه العيشة هنا، تعيش في السكايات تاكل وتشرب فابور، لكن ما كاينش فلوس. ايش فلوس؟ انا ما كنجيش معايا ديك العيشة ديال السكوت، انا ما كنضاجيش، ما كيجينيش الناس. العيلة دابا مشاو يخدموا، شي مشى يحطب، شي مشى ينكس، انت اش باك دير لنا بشاي تاكل وتشرب؟ انا دابا توليت بحالك بحال بحال البهيمة. انا ويلا خش لي، انا مولف الطاجيج ومولف الغوات، انا ما كنعس الا ما سمعت شي واحد كيصوت كيصوح كينبح. سيري سيري عند بلادك، سيري سيري، يلا سيري سيري. انا غادي نرجع عند ولادي، ما جيتش هنا باش نريح، ناكل ونشرب. رياض ريفه مسكينه زوينه وبغاتني بلا طمع، لكن مشى ما يلاخش لك، وشاي واحد مسخوط الوالدين ما يلاخش ليك. قال لك ريح سيدي، حط الهيبه ورد الغيبه، ما من غادي نردوا الغيبه مع النخل الجبال. انا خصني نوصل على حديد تان، نوصل على حديد تان، خصني نوصل لدارنا. توحشت كيليس والديور والصداع والغوات، وتوحشت ديك النسيبه اللي كتصوت النهار وليل. عندك تولي شيفك سميتها كليوباترا، كليوباترا تولي شيفك تقطع لك راسك تموت بوحدك. انا باغي ندفن انا وياك بجوج ولا نخرج بجوج؟ بقيت فيك دابا ياك، دابا علاش ناوي؟ دابا انا
عندي واحد البارا كنمشيو فحالنا نديرو انا وياك شويه ديال الكوميرس ونبيعو ونشريو صافي بلا ما نبقاو نجريو ونجاريو. هكا اسمعني مزيان، غادي تباني وغتثبت وبلا خفه وحصن حصن، واللي قلت لك غديرها. اللي قلت شي غنديرها حديد. وغتسكت ساكت من دابا. ضرب طم طماطم ترى تيران تيرانك حصد ودرس، توكل على الله شريف. يلا سيدي يلا. غتضرب طم ورايا 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 ورايا. قلتي نسكتوا احنا ساكتين، اش بغيتي عندنا حديد؟ نهار كبير هذا وما لومتي في السعاده. تلايموا الحباب والصحاب بحال وجوهكم، والمثل كيقول الله يرحم اللي جاء وجاب. وحتى احنا يا صاحبة الملك والجاه والسعادة جبنا لك اللي تزي العار وما يخطى صواب، ولو كان حملنا التقال وتقلنا الوزان عبارنا بالمعينة ماشي بالميزان. تلايموا الجمالة وتوالموا الحمالة وصاقوا القفلة ديال الجمال اللي محملة بالذهب والياقوت والمرجان، وغير يتحط الرحال في الباب يتخطى الحمل العتاب ويخزنوا الخزان وما يبقى له شان. ايه اما المداح والشعار اللي جبنا لكم هذا النهار ميزان ومايا وحديث لغاية، وغادي يبقى ديما حكاية وغناية على طرف كل لسان. تسيرة سيادة تمسخلوا الطرح. صفيقات صفيقات تيريرا تيريرا كيلو بطرة اللي بغينا، تيريرا تيريرا كيلو بطرة اللي بغينا، تيريرا تيريرا كيلو بطرة اللي بغينا، تيريرا تيريرا كيلو بطرة اللي بغينا. تيريرا هذه يشوفونا الله يهديك. غير خليها تفرح بليليها، حنا دايرين بها كل عام. على حسب ما وصلني من خبار سيد البلاط بكثرة الغيرة والحسد والبغض اللي فيها، الموسم هذا العام بغاته يكون 7 أيام وماشي 3 أيام كيف موالفة. سيدة البلاط شكون اللي غيجيها؟ شوية ديال الرعية من الإسكندرية. الله يا بلاصتك يا بلاصتك حديثة نهارت البلاط. يا سادة ويا كرام، كيف العادة وبحال كل عام هدية ملكتنا غتكون سخية هاد العام، وغادي تكون من نصيب اهل الواحه اصحاب الهتام. هاينا هاينا وحدي الدال اللي بغينا، هاينا هاينا وحدي الدال اللي تخرج تجك، هاينا احنا بحنا وحدي الدال اللي بغينا. اللي بصراحه جابوا احلى كلام، حلاوه البلوح ومسك الختام. وسيروا معنا عاوتاني. وهاينا هاينا وحدي الدال اللي بغينا، هاينا 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 وعلى اللي بغينا. فين الجائزة؟ فين الطروفيس؟ ولا ملاها تصاورنا؟ اسكت شوية برد شوية. بارك الله عليك الحاج، ما لقيتي ما دير؟ كنت غادي تفضحنا. اش غندير؟ بغيت نحمي الطرح. نحمي الطرح ويكون عرفونا دابا. صافي اصاحبي، هذا اللي بقى كيخنزر فيا هذا الشيخ، هذا بحال اش قلقني. بخير بعد انت؟ لا بخير بخير.
واش شفتي اللي شفت اختي؟ قبل ما يتكلموا كنت شاكه، ولكن ما كمل كلامه حتى ولا شك يقين. حتى داك صاحبو اللي بين راه معاه واش لقيو عليه من القبض على مولاتي؟ معلوم خصنا نلقاو عليه من القبض، وانا اللي غادي نتكلم بهم، انا اللي غادي نتكلم بهم. ما ديروهاش من نقل الصوبه سيد الشيخ، هاد الهديه هديتكم وديوها لدياركم، اما حنا بركة عندنا عتينا في كان سيد القوم. ما جابتهاش الدار، ورحنا مازالين على الوعد باش وعدناكم، وما غاديش غير نوريكم الدار، غادي نمشيو معكم رجلينا برجليكم. انت ما غاديش تكرف صعيبات الحديد ديال مالك صافي، راه المرسير غادي يقضي معنا الغرض. اللي بغى يسعى يقصد ديور الكبار. اش غاش غدير هذا؟ انا بان هذيك نيفرسيتي ما نهزها لها، طلبنا راه تقدر تقضي معنا الغرض. الهضره ماشي مع العيال مع الرجال. ايوا سير اخويا قبل رجع لي هذا كامل. سمعتي لها سيد الشيخ؟ قلت لك هذه الهديه ديالكم. اي انت وصاحبك راكم معروضين اليوم عند لاله مولاتي باغا تشوفكم. اي واخا حنا غادي نجيو عندها نكمل غير الهضره مع سيد الشيخ. لا سيدي زيدوا قدامي رجلي على رجليكم. يلا سيدي سربينا. لا صافي هذا ملي قال لك رجلي على رجليكم غيديونا للمدرسه للغباق. سيد القايد هاد الناس راهم ضياف عندي وفي ذمتي. غير كونوا هانين، هاد الناس راه كانوا ضيافنا وتاهوا لينا وها هما رجعوا اليوم، وحنا غادي نكافيكم اللي رجعتم لينا. يلا سيدي. واخا سيدي واخا 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 ماكش تكزر بال. يلا هاكا سيدي. انا مانيش كندير انا غنطلق الله يعطيه يدير انت واطلق لك. هاكا سيدي الشيخ. يلا سيدي زيد زيد انت الاول زيد. انا اللي بغيت نعرف منهم هو رجالي كيفاش ماتوا وشنو طرا وشنو جرى ليهم. غير صبر حتى انا بغيت نعرف اش الاسرار. قلتي باللي هادوك ولاد السبيل غير سحاره ومشعوذين، قلتي ولا ما قلتيهاش؟ ولكن علاش ملي طاحوا بين يديك تهليتي فيهم وكرمتيهم؟ علاش؟ عندك شي دير بهذا درتي ديك المرة ها وطيح الجام حسب ما تعاود السودانية واش الديب كدير بها مرة. هاتي ديب ياك انت ديما كتقولي هاد الهضرة. شوف أنا غادي ندخل عندها وغادي نقول لها كل شيء من طاق طاق حتى السلام عليكم. وأنا؟ أنت غادي تسكت. يلا سيدي يلا يلا تبعوني تبعوني. يلا زيد 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 أسيدي زيد سير سير. هاسي كي احترموك انت. زيد اسيدي الله يهديك. ما تزيدش معنا شي. سير اسيدي سير. لا لا ولدي ولد سيدي. أنا ما كنتفقش معك. غادي تخليها حتى تكون الحجة ثابتة عليها. تخليها حتى تدير علاش. هادشي كامل. مازال ما دارش علاش. احنا ماشي ما فهمناش ولا ما عرفناش، ولكن خصنا نخليوها حتى تورط، وداك الساعه غادي نفتحوا سريرتها قدام الناس وغادي نلبسوا هذاك الشيء اللي كانت كتخيط وتفصل. سيدة البارة قول وفعلا. احنا ما هزينا سلاح، ما طيحنا ارواح، ما درنا لا بيدينا لا برجلينا، غير البطل اللي طاح علينا وهما راه كانوا سادين علينا في قفص بحال الكلاب. ما بالك الكلاب، ما بالك اسبوع. شتي انا كنت لقتنا علينا والله العظيم تنخرجوا فيهم برا، كنت لقتوا لنا وحدي ندوزوا معاهم جنايات. خلعونا داك الشرميل ديالهم، حنا داك الشرميل حنا راه دوزناه وسالينا منه حنا. ملي يجمعوا عليكم واش كانوا قاصدينكم غير نتوما ولا قاصدين رجالي حتى هما؟ على حنا زقينا فيهم الشوفه تنزقيوها في عينيهم، راه كلشي كان خايف ما
ما كتسمع غادق السيف وما كتشوف على الدم. هاك بالك هاك بالك قايح اكثر من نايل من ناحيه كيشوفوا فينا وكيشوفوا فيكم وكيشوفوا فيكم نتوما. عقلنا بهم عندهم واحد الغو ماشي بحال الغو ديالنا يا قاعدين دان اللي بدا كيضربوا بداك السيف داكشي ديال التشربيل ديال بصح انا عمرني ما شفتو عندنا حنا في البلاد ولكن ماشي بحال هادشي. وكل سيف فيه 3 متر ما عرفتهمش شكون هما وشنو باغين وفاش مرادهم. وبالحقيقه حنا مرادهم كانوا كيهضروا فيكم ولكن حنا ما فهمناش لغتهم داكشي اللي كاين ياك هادي دان اييه الغاهم ما يشبه الغانا ولغتهم ما كتشبه لغتنا شي اللي كاين معروفين برانيين هادشي قالوا لي نرجعنا شنو هو الرنين سولا فين كلمتي فين وعدي فين الكلمة باش وعد الناس اش من وجه باش غادي نواجه بناتي وهني وناسي اش من الكلام غادي نقول للقايدة بنتي ومالك انت عمي شنو درتي وما اصلا راه باغي سيد القوم اللي ما بغاش يتفهم ليا اشنو بيناتهم اش هاد الفوضى اش هاد الفوضى واش باغي نتباتوا هنا ما كاين ما نخبي عليك السيد القايد راه هادوك الناس راهو ما امانه عندنا ولازم نردهم معايا فديه غير سير كونوا هانين هادوك الضيوف كانوا ضيوفنا قبل منكم وحنا غادي نتهلاو فيهم وغادي نكرموهم وغادي يعيشوا معانا معززين مكرمين سيد المير دخلتي وانت حاير وملي خرجتي خرجتي بحزن كبير وراك عارف القانون ديال كاش يقول اللي تقلق يخسر وانا نعم سيدي ما نبغيكش تخسر خليني عليك ما عندي لك خاطر سيد المير نقولها لك واسمح لي يا سيد المير يا اما سمعتي اللي ما يرضيكش ولا ما وصلتيش لراس الخيط يا ريت كون لقيت راس الخيط يا ريت وخا غير نلقى في من نفدي تاري باش تبدا ناري وابدا تبدا واش تحلى لي الضحكه ولي هنا لي بالي وانا فقدت احسن من رجالي سمعتوا احسن من رجالي كلمه احسن من جوج وقاص احسن من كذاب معنا وعدناك باش نكونوا صادقين معاك وانتي وعدتينا باش تعطينا الامان نختصر الكلام انتي انا لا مولاتي راكي غدا على دايم الدوام انتي راكي علامه ديال السر والجمال عندك شلا تخافي بالله دير تباصلك وريحتك راه غازيه سوق ولد مينا وانتي المحله ديال الجميل سماو البوتوكس بسميتك نيفرتيتي كاع اللي ما عداش الحنا كيدليو لهم بسميتك تي انتي راك ترى علامة انتي صافي داكشي اللي كنت باغي نعرف وهادشي اللي خصو يكون راه الواحد خصو يعيش اللحظة ما يشطنش راسو بغدا واه ما عندي ما نسالكم تستاهلوا تعيشوا في زمانكم ومكانكم خذوا اللي يتزيكم نتوما وحبابكم والصندوق اللي جابكم يردكم الله يكثر خيرك الله يكثر خيرك دابا الاستاذ انا فرتيتي الا خرجت بهذا الشيء الامان هذه ما يحبسونيش الباب يحيدوا لي ما حتى شي قرعه صغيره ديال 500 ملم ديال الماء اشترى سيدي سرقنا سير اخو بقاش باغي تهضر معايا ولا اني واش عارفين فين غاديين ولا اني قاصدين اي حنا ملي كندخلوا لهنا ما كنعرفوش منين خرجنا وداك الشيء اللي طرانا ملي جينا عندكم لهنا كيف ما مكتوب في الكتاب هما زوج كلمات يحدوا الزمان والمكان قبل ما يطلق الباب يلا يلا اخويا يلا اخويا انا يلا حديد درك شوف حنا يلا وليدي حديد راه باقا بلاصه غنشوف يلا يلا اخويا نطلعوا فحنا بلاتي تانا بلاتي تانا راه غنمشي واش بلاتي ناخذ انا حقي حشومه نخلو نفرتيتي ما نقولوش لا اديو لا تفرج لا تفرج بالرومانسيه اديو ما برانسيس
أبغى نمشيو. اليوم غين. أبشي. بون ويكند. والله يهديك. جمعة مباركة بارتاجيك على صحباتك. يلا قيس. أوباخ. يلا قيس. إيش قلت لك يا ابني حتى تعاودني؟ شغلي أنا ما تقولش. إيوا قول لي أنا إيش قلت لك. أمدرة، إيش درتوا مع الناس؟ نعم السيدي، نقسنا الإعلام وفرتكنا الموسم بكري هاد العام. وعلاش؟ فرق السربة ما يمكنش لي يحرك في المحرك بلا إعلام. نعم قلنا لكم تكملوا 7 أيام ديال الموسم، هادشي اللي صرا ما كانش خصو يفسد فرحتكم. لا لا نعم، كل شي مشى في خاطره، هما عرفوا واش كاين وحنا درنا اللازم. ما كاين بس دابا كتاب المكتاب، حنا ما كان عندنا سبب ولا حيلة وزورنا ما خطاو الصواب، غير وقيلة هذه الأخرى ليها. لا لا مولاي لا، الله يطول لنا في عمرك. نعم سيدي، مازال احفادك يلعبوا في حضانك. قلت ليه ما تمشيش لموسم الصيادة والتبوريدة هاد العام وما ساعفنيش، حيت حسيت وقلبي خبرني. راني قلت لي ما تثق في حد وما تدير الأمان في حد. الكلاب الكلاب خرجوا نيابهم. شحال قدو ما يحتاج امي ليلى، ما نكذبش عليك دادا، انا غدا نفرقع هاد الرمانه قبل ما يفوت الفوت وما تنفعنا ندامه. لا واه بنتي لا واه، اللي عطى الله عطاه. راني قلت لي ديروا دم طرشوا عين عمشه. لا قالها امي ليلى اللي هي يبيع لك ضربك واللي تمازح معاك بسرقه الضحيحك سرقك. طحنا حديدين ها؟ ايش الخراب هذا؟ ايش هادشي؟ فين جينا؟ فين طحنا؟ ها؟ حديدين دابا جعفر ضيم حسابي وكيتسناني داكشي علاش جايب لي الساسة باش يحطيو الصندوق بالعالي. اه صافي انا عرفت القش، دابا انا عرفت القلب، دابا انا عرفت القلب اللي زوغي يدير لنا. دابا حطونا في قراب وغنتحبسو انا وياك عتيدا، غنتحبسو انا وياك في هاد المدينة اخويا. خليتكم على خير نعم اسيدي، ما يكون باس، الله يجيب الشفاء. بلاتي يا سيد القايد، ملك زربان مازال الحال. كيف كتعرفوا نعم سيدي، انا دائما مزروب ومشغول البال وعندي بزاف مشغالات ما يدار، لا في دار المخزن ولا في ملقى الطرقان. عندك الحق، الله يحسن اوالك. وكيف ما فعل منكم نعم سيدي، ما يحك جلدي غير طفري، هو اللي كيبرد لي غدايدي وكي خاصني نقضيها ونوقف عليها بيتي. قايد جعفر. نعم سيدي. اسمعني مزيان، ترك هو دراعي اليمن وعكازي علاش كنتكا. نعم سيدي، ما فيها لا شك ولا خلاف، وبلا منا وبلا جميل راني معول عليك تحضي الهيبة وتحد من السيبة بلا ما نحتاج نوصيك. نعم سيدي لا توصيتي ملابكا، خليت لكم الراحة نعمز. الله يرضيك السلامة. بلا شك ولا خلاف، علاش شكون غيكون مول هاد الفعيل من غيره هو؟
على مولاتي تحياتي واحتراماتي. لالا بغيت غير نعرف شنو يمكن لي ندير باش نحظى بلحظه من وقتكم الغالي ونبان في عينكم كبير. حتى نعرف انا شنو اللي طرا وجرى وكيفاش حتى با يعتر بيه عودو ويطيح وهو علام السربه. هذه لالا علامه ديال الكبر والسيد الوالي دوز ايامه وياما شير بكمامه وحكم بحكامه ودابا لازم يفكر في اللي خلفه في مقابه وحفاده يكبروا في حضانه ويدرجوا ويلعبوا قدامه. اسمع القايد جعفر، اللي بغيت نعرف انا هو كيفاش با اللي العود عوده وما يمكنش يتلا به على السربه وهو اللي مسيسو مروده بيده. جيب لها وجينينا اخويا هديت. انا تقعد ميت الكلب. رد لي برا الا سقسي جعفر الاخبار غادي يغبر لينا لاطر. صافي كون هاني. انا علينا بجوج. شكون اللي جاب الصندوق لهنا؟ الله اعلم. داكشي اللي شغلكم سولوا عليه الخير جعفر. مونا جون اجي بيا بيا. عندنا شويه ديال الفلوس ندبروا عليكم، عندنا بزاف الفلوس ولكن تخرجوني انا وصاحبي حديد دان من هاد القراب. لا 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 دين لا دين ما عندها. اما احسن دبروا على روسكم وتضربوا يديكم وتقدروا تمشيوا من هنا في هاد الليله. ارض الله واسعه وعريضه، ولا بغيتوا تبقاو هنا يحرط عليكم جعفر؟ ما بغيتوش تعتقوا راسكم وتقوروا ما يتزيكم بحال الغربال ديال القبيله اللي كلهم كيغربلوا به ويعجنوا وهو كيغربل بلا فايده. اش قلتي؟ يا دوي معنا بغيت تكون غربال واشريف. كاين الفلوس راك حقرتو ولا شنو؟ راه نشري الحبس كله انا تسوار. اسكت 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 خلينا نشوف. اسمك الله. ايوا سي جعفر، ملي انت هو القيد وكبير القياد والمسؤول على الامن والامان ديال البلاد والعباد وزعما راك انت هو اقرب واحد من با، بغيتك تقول لي شكون اللي كان سبب وبلا ما تقول لي حقه ما حقه كتاب المكتب. لا لا مولاتي، سيد الوالي على راسي وطاعته واجبه، ولكن الشيء اللي جرى كان خارج طاعتي وماشي بيدي. اما انت يا لالا مولاتي راكي في قلبي وفي عيني، ما كايناش شي قوه في الدنيا اللي غادي تبعدنا على بعضنا، ولا تلاقينا في السماء في الارض ما كاينش اللي يفرق بيننا. ايوا الله يحييك ويطول الزمان عليك، عرف قدرك ولبس على قدك يواتيك. الحق الغلطه ماشي ديالك، الغلطه في اللي فتح لك الباب وسمح لك تخطى العتاب. ولا ياك ما يحسب لك راه قطعتي الواد ونشفوا رجليك. ما عند الفراره ما يلحسوا الكلاب وعند الفوره يبان الحساب. راه 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 هو واحد الدن.
نغسلوا الصوف راسنا.